تعتقد أن قرارك سليم؟ أنا ما أعتقد. تعتقد أنك مو محتاج تعرف أكثر؟ أنا أقول أنك محتاج تعرف أكثر. تعتقد أنك جربت تدق على كل البيبان؟ أنا أقول في بيبان ثاني. تدرون ليش؟ لأن في فرق. في فرق. في فرق. تعتقد أنك اخترت الوظيفة المناسبة حق مستقبلك؟ أنا أقول فكر مرة ثانية، أو يمكن أساعدك في تغيير قرارك. تابعنا وبتلقى وظيفة. نفس المكان ونفس الزمان افتحت لك أكثر من 140 جهة أبواب التوظيف لتكتب الفصل القادم من نجاح قطر، وأنت ما عليك غير أنك تتمشى في المكان وتدور وتسأل وبعدها تختار، لأن الخطط اللي بنيتها لمستقبلك صارت حقيقة. وفي النسخة السادسة لمعرض قطر المهني راح تحصل الفرصة، وجاتك تحبي مثل ما يقولون. بعد ما خلصنا من السنوات الدراسية وخلصنا من دورات التأهيل والتدريب، صارت الوظيفة اللي تناسبنا هي هاجسنا الوحيد. بس السؤال، شنو الوظيفة المفضلة عندك وتشوف أنها تناسبك وتقدر من خلالها تكتب الفصل القادم من نجاح قطر؟ أنا متأكد في أسئلة واستفسارات كثيرة تدور في راسك، وحاب تعرف الأجوبة لها قبل ما تخطي الخطوة الجاية. حياكم الله. معرض قطر المهني موجود عشان يجاوبك على الأسئلة ويريح بالك ويفتح لك أبواب الفرص عشان تكون وجها لوجه مع وظيفتك المستقبلية. مع تطور الاقتصاد الكبير والنهضة اللي صايرة في دولة قطر، سوق العمل صار محتاج موظفين من جميع التخصصات، وهالمعرض راح يجمعكم بوظائفكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيكم العافية. شو أخباركم؟ عساكم طيبين؟ خير الله. بغيت أسألكم أول شيء، من اللي شجعكم أنكم تجون معرض قطر المهني وتقدمون على وظيفة؟ والله حصلنا من ناحية الإعلام، يعني التلفزيون مجلات هالسوالة، يعني من التلفزيون والمجلات والجرائد، حتى الربع يعني بعد بعض الربع كلموني عشان نقدم توظيف في المدارس، بعد تودونا المدرسة اليوم مدتها واحدين. حلو. يعني ربعكم، يعني طبعا انتم ما عندكم وظايف حاطين عمل؟ ايه انا في ثانوية ثالثة، فللحين انا مخلص. انتم مخلص وما عندك وظيفة؟ ايه للحين عم انتظر. فشجعكم ربعكم انكم تروحوا معرض قطر المهني عشان تحصلوا وظايف؟ ايه اكيد، يعني هاي اللي مطمحين نحصل يعني. طيب بالنسبه للشركات اللي مشاركه هنا في معرض قطر المهني، تتوقعون ان الوظائف اللي طارحينها تتناسب مع طموحات الشباب القطري؟ طبعا، يعني في تنوع في الوظائف. عندنا البنوك، عندك شركات، دوائر حكوميه مثلا،
تلفزيون الجزيرة وهذا كله. يعني متوفر كل شيء حق الشباب القطري إنه ممكن يتوظفون في أي مكان. هي طبعاً كل شيء متوفر. هي والله ما شاء الله الحمد لله يعني. السلام عليكم. يعطيكم العافية. وين مستعجل؟ يعطيك العافية. كيف حالك؟ عساك طيب؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ عساك طيب؟ الوظائف الموجودة مع المهني شايفها تتناسب مع طموحات شباب القطري؟ شوف تتناسب الصراحة يعني في حق الثانوية اللي يبي يتخرج من الثانوية يبي وظائف اللي في الجامعة يبي سبونسر في اللي يبي حتى اللي تخرج من الجامعة ومعين وظيفة ياخذني هم بعد بعين. حلو. بدت فكرة المعرض المهني تقريبا نسخة الحين احنا في النسخة السادسة من المعرض المهني. بدت الفكرة ان نجمع بعض الشركات نطرح للشباب شنو الوظائف اللي موجودة وتوعية للشباب بفرص التدريب، فرص التوظيف، التطوير، التعليم، يكونوا كلهم في وقت واحد في سقف في تحت سقف واحد يسهل على الطالب التجمع ويشوف شنو الشركات الموجودة في الدولة وش تطرح من وظائف وفرص. المعرض المهني توعوي أكثر من توظيفي. المعرض المهني وعي الشخص. أنا والله بروح لو تلاحظ المعرض المهني أربع قطاعات: قطاع المال والأعمال، قطاع الحكومي، قطاع الطاقة والصناعة، في أربع قطاعات مختلفة. الشخص قبل لا يقدم على أنه والله أنا طالب في الثانوية العامة، أنا طالب في الجامعة مرحلة متقدمة، بشوف شنو الشركات اللي موجودة، شنو الميولي أنا في وين، ميولي في قطاع الطاقة، ميولي في المال والأعمال، ميولي في القطاع الحكومي، في الصحة، في التعليم، ياخذ فكره شنو الشركات الموجوده، كل شركه شنو تشتغل. انت تسمع ان اسامي شركات ما تعرف شنو بالضبط طبيعه عملها. الشخص بياخذ فكره عن جميع القطاعات الموجوده في الدوله، بيعرف شنو كل شركه شغلها، بيعطي توعيه شنو كل شركه تقدم من امتيازات، من فرص تدريبيه، من فرص تعليميه. كل المجال قدام الشخص، الاشخاص الموجودين مفتوح أن يجي بسأل والله عن الوظائف الموجودة، بسأل عن فرص التدريب، التطوير، الامتيازات اللي تقدمها لي الشركة من خلال المعرض المهني. بعد كل معرض في تقرير سنوي نطلع بعدد الوظائف اللي انطرحت على الشباب. أنا ما أحكر التوظيف على خمسة أيام المعرض وبعد المعرض خلاص أوقف، والله لا، والله أنا إذا عندي 20 وظيفة بيمعهم حق المعرض المهني. طول السنة الناس توظف. شنو قدم لكم معرض قطر المهني؟ استفدتوا من الخدمات اللي قدمها معرض قطر المهني؟ استفدت انه يعني انا قبل ما كان عندي لا خلفيه لا عن البنوك ولا عن البترول، كان عندي خلفيه بس عن الجيش. حلو. في يوم جيت انا كنت تطلعي بعد الثانويه على طول الجيش. يوم جيت والله لا، والله البنوك متاحه موجوده لها فرص وايد اكثر وفاتحه ابواب، نفس الشيء البترول، شركه البترول. حلو. يعني اللي افهم ان الوظيفه اللي تطمح لها ان بنك او بترول او بنك او بترول، يعني المجالات صارت اوسع من قبل، يعني مكتب. مكتب. حلو. طيب فكرت في وظائف غراديه؟ غراديه شلون يعني؟ فندقه، نظيف طيران، هندسه، طب، يعني هاي شيء مو من اختصاصي، عرفت؟ ولا انا يعني ما لي اي خبره فيه ولا اللي حولي لهم اي خبره فيه، فانا ما اقدر ادي اقول لك العمل بالشكل المطلوب. شلون تبيني ادي عمل وانا ما احبه؟ انت خريج ثانويه؟ تخرجت؟ ان شاء الله خلصنا. طيب شنو اللي مانعك الحين تدرس الاشياء هذه؟ لان انا داش ادبي، انا من البدايه من العام محدد مصيري كادبي كموظف في مكتب. اوكي. الفندقه، السياحه، ما يبي فندقه؟ اي صراحه انا فندقه فكرت فيها، فندقه والسياحه. قدمت؟ لا ما قدمت. ليش ما قدمت؟ ما اعرف اماكن اقدم فيها. ما تعرف الاماكن الموجوده هنا تقدم فيها؟ لا انا الصراحه اللي مرت عليهم ما سالت عن اماكن الفندقه؟ لا ما سالت. طيب ممكن لو جاتك وظيفه في الفندقه ممكن تتوظف؟ والله ممكن. ليش لا؟ ما فكرت مره تتوظف وظيفه غير عاديه؟ غير الهندسه، غير العسكريه، غير انا فكرت بس ما حصلت يعني شيء يبي رغبتي.
فكرت في مجال الطب. اي فكر بس صيدلة، عامل مختبر، او دكتور، او في مجال السياحة. دول انا مو من رغبتي يعني. ليش ما يكونون في كتريين في مجال السياحة؟ احنا نبي 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 اجوبة للأسئلة هذه، ان ليش ما نكسر القاعدات؟ بالعكس السياحة وايد، مجال السياحة شيء حلو ترى الفكرة. الطاقة والصناعة، المال والأعمال، الهندسة والعسكرية، قطاعات صار فيها فائض من الموظفين وعدد المتقدمين لها الوظائف. أما في الجهة الثانية في مجالات كثيرة ما فيها كتريين، والسبب النظرة الاجتماعية. في وظائف خلنا احنا نقول غير محببة للقطريين، وكمثل بعطيك إياها مثل الوظائف اللي في قطاع السياحة. اوكي، هذه وظائف ترى وظائف جيده، رواتبها جيده، البنفيت مالها جيده، بس نظره المجتمع لها شويه في شد، يعني في ابتعاد عنها ونفور منها. خلينا نقول احنا بالعكس، احنا سوينا ايام مهنيه، بعطيك مثلا احنا سوينا مع جراند حياه هوتيل ايام مهنيه، جانا عدد كبير يعني، هذا غير عملوا لهم الاخوان في الفندق زهم الله خلع، عملوا لهم يوم مهني، عملوا لهم برنامج، عملوا لهم برزنتيشن، اشرحوا لهم ان العمل في القطاع الفندقي مش بس الاعمال اللي بتخطر على بال واحد كريسبشن او كويتر او لا، في اعمال الباك اوفيس يسمونها، وفي المكاتب الخلفيه فيها علاقات عامه، فيها شؤون اداريه، فيها شؤون ماليه، فيها اشياء كثيره تتطلب شغل عادي يعني، ما فيها شيء. فلله الحمد في شوي تغيير من وجهه نظر الفكره، من هذه كلها تغيير نظرة الشباب للأعمال، خاصة في القطاع الخاص. دائما يفكر الشباب أنه في القطاع الخاص ما في المميزات اللي يحصلها في الحكومة، بالعكس القطاع الخاص الوظائف المميزات اللي فيه إذا ما كانت مساوية للقطاع الحكومي فهي أعلى. نفس الشيء احنا صادفتنا بعد تجربة كان مع التأمين، كان في نفور من شركات التأمين، لله الحمد سوينا مع قطر التأمين وإعادة التأمين يوم مفتوح، وبعدين خذوا الشباب ودربوهم أسبوعين تدريب على الأعمال التأمين وما تأمين، وكان استيعاب حلو منهم. فإحنا نحتاج أن نعمل هذه، نحتاج للتوعية، نحتاج للشرح الأمور. يعني كل شيء موجود هنا، كل شيء موجود هنا صراحة. طيب أبسلك عن الوظيفة اللي جاي تقدم لها أنت. والله أنا مو بيها حاجة وظيفة معينة، أنا جاي أدور مجال هندسات وكذا. خلاص شنو شهادتك؟ أنا أريد طالب الحين أدرس برا في ماليزيا. طبعًا إحنا ندور مصر سبونسر أو أدور شغل ممكن في حاجة الشهادة معي نفسها المرحلة وصلت لها أطلع منها. شنو تخصصك؟ هندسة كهرباء إلكترونية. هندسة كهرباء إلكترونية. طيب ما فكرت مرة تتوظف في وظيفة غير عادية؟ تفكير الشباب القطري واحد، يطلع من جيش يا عسكرية يا هندسة، هاي تفكيرنا أتوقع يعني معظم الشباب إحنا. صحيح صحيح، أكثر مواد قابلتها أنا قال لي نفس الكلام. طيب ليش؟ هاي شيء صراحة يعني أكثر شيء أنت تشوفه يعني. أما قد مرة أنا جيت واحد من ربيع أو واحد من شباب قال لي والله أنا في سياحة، ولا أنا ترى عندي فكرة عن السياحة، لكن لأني سألت واحد شنو خلفيتك عن السياحة تلاقيها زيرو أوريدي، أنا ما يكون عندي خلفية عن السياحة. طيب في ورشات تدريب، ورشات تعليم يعلمونك يعني يدربونك قبل ما تدخل في المجال يعني يأهلونك عشان الشيء هذا. أوكي هاي في، بس أوكي أنا أروح ربي قاعدين في مجلس وكذا، أنا أكثر شيء السوالف تعرف أنت من مجالس وكذا، قاعد في مجالس صح ولا لا؟ أنت قاعد والله وين أنا عسكري، أنا في مكة كذا كذا كذا، أنا من كذا كذا، لو أنا قاعد واحد أنا والله أنا في السياحة عندنا كذا كذا، أنت بتفكر وردي خلنا نشوف السياحة شنو فيها شنو ما فيها، بس وردي أنت قاعد في مجلس سوالفنا كلها يا عسكرية هندسة أنا كذا أنا. طيب شنو عن السوالف يعني أنت بديش المجال الأكثر شيء ضامنة في ضمان يعني السياحة ممكن مضامنة ما تدري شنو فيها، بس أقول لك يعني بشكل بداية الحمد لله إنك ضامن مستقبل. طيب مستقبل قطع ما فكرت فيها شيء هذا؟ مستغيدة في عيالها، في يد عيالها، إيه في يد عيالها مستغيدة. طيب عيالها زين، ليش كلهم متجهين للعسكرية؟ ليش متجهين على مجال واحد؟ أكثر شيء أكثر نسبة القطريين في العسكرية وفي الداخلية وفي شو اسمه أكبر نسبة. طيب أنت شنو اللي تطمح له؟ شنو الوظيفة اللي تبيها؟ والله بصراحة أنا عسكري إن شاء الله، ضابط عسكري الداخلية أو في القوات المسلحة إن شاء الله. هذا على طريق اخوانك الدكتوريين بعد كنا نخلص ثانويه قال عسكريه، وانت وين طامح ان شاء الله تكون؟ لا ان شاء الله يمكن ادخل هندسه معماريه. هندسه معماريه؟ اي نعم. حلو والله، شيء يعني نادر وغريب تسمع ان في طريق دخل هندسه معماريه، هي مو بغلط والله يوفقك، والله نشجعك والله، احنا وراك ونشجعك يعني.
بس انا انتوا اخوان. ايه نعم. بس الفوق ان العسكري ما فكرت مره انك توظف وظيفه غير عاديه؟ مثل وش يعني؟ في مجال الفندقه، في الطيران، في مضيف طيران، يعني هل المجالات اللي نادر او ما تشوف فيها كثيرين، ما فكرت في هالشيء هذا؟ والله لا، لان مثلا اذا بتوظف في مكان مثلا وزاره الداخليه او هذا يكون يعني في امتيازات في رواتب، هذا مجربين من قبل يعني مثلا ربعنا نصحونا فيه هذا، بس هلا ممكن اول مره نجربها ما نبي نخاطر فيها يعني. طيب اذا تفكرون انتم في الامتيازات وفي العلاوات وفي الرواتب، يعني انتم مش ترى بس العسكريه يعني تتضمن الشيء هذا، رواتب وامتيازات وعلاوات. طيب اذا فكرتوا في الاعلام؟ والله للحين ما يعني ما نسمع عنها، يعني رواتب مغريه واماكن كثيره تشتغلون فيها ويدورون قطريين، يعني ما صدقوا يعني بس تشوفون قطريين يعني تمسكون فيهم، لان القطريين نادرين يكونون في مجال الاعلام، يعني مراسل اخباري، مقدم برامج، مذيع اخبار، محرر، كل الاشياء هذه موجوده في الاعلام. ما فكرتوا برواتب عاليه وامتيازات بعد عاليه؟ ما فكرتوا في الشيء هذا؟ لا والله ابد ما فكر. زين لو جاتكم فرصه تشتغلون في الاعلام او في مجال الفندقه او في مضيف، يعني مثل مضيف طيران، توافقون على الشيء هذا ولا لا؟ لا هو لا ما دائما احنا كذي نفكر في اداره الاعمال هالسوالف كذي. يعني احنا نطمح ان نجذب القطريين للاعلام، لمجال السياحه، للفندقه. كلمت واحد انا قلت له مضيف طيران، قال وشو؟ مضيف طيران؟ قال انا كليت احمد تنطرني. كليت احمد انا شوف كل واحد يعني النظره الاجتماعيه، هو خافون من النظره الاجتماعيه، بس الشغل مو بعيب مثل ما نعرف. طبعا الشغل مو بعيب. باذن الله احنا ان شاء الله يعني انتم تدعمون ربعكم، تدعمون الشباب القطري، واحنا من خلال برنامجنا ندعم الشباب القطري، نوعيهم على هالمجالات هذه اللي نادر تحصل فيها قطريين. طبعا احنا يعني انا اتكلم لك عن قبل، صح كانت في بعض التخصصات شوي الشباب القطري يتخوف منها، او يمكن عندنا العنصر النسائي اكثر فيها من عنصر الرجال، لكن الحين حاليا لا الحمد لله، نفس ما قلت لك احنا زاد دمنا الوعي قاعد يزيد سنه عن سنه، بدأنا نشوف شباب يدخلون في الهندسه، الهندسه البتروليه، الهندسه، طبعا انا اتكلم لك عن العنصرين الحين، ففي الهندسه، في هندسه ميكانيكيه، هندسه بتروليه، قاموا عندنا شباب في المحاسبه يدخلون، فيعني الحمد لله صار في تخصصات متنوعة، صار في شباب يخدمون بلدهم أكثر وأكثر. يعني في إقبال من المقدمين على الهندسة الأقمار الصناعية؟ نعم، احنا عندنا يعني تعرف احنا الحين حاليا الثانوية العامة يعني تقريبا باقي لهم تقريبا شهرين على أساس ان يدخلون في الامتحانات ويخلصون، وفي عندك خريجين الثانوية العامة اللي هو 2012، في يعني عندنا تقريبا اقبال على تخصص معين، خصوصا انت كشركه سيلسات، شركه قطريه، في خصوصا من الشباب القطريين سواء من الذكور او الاناث يحبون يدخلون في بعض التخصصات، خصوصا في الهندسه، يعني حابين تخصص الهندسه، فاحنا نوجههم الموجه توجيه السليم، يعني نقول لهم حاليا كسيلسات عندها تخصص معين رغبانين فيه اللي هي هندسه اقمار صناعيه او اتصالات او كوميونيكيشن، فنوجههم توجيه سليم للدخول في المجال العمل، خصوصا تعرف ان الطالب الثانوي يعني يتخرج يطلع شويه مشتت فكريا او ذهنيا انه يدخل في اي مجال او يوجههم، فمحتاج من بعض الشركات او اصحاب الخبره يوجهونهم التوجيه السليم للدخول في ارض العمل. طيب انت شايف المقدمين الجدد الى الوظائف متجهين لاي نوع من الوظائف اللي حاطينها؟ يعني شوف هم هني في عندك نوعين طبعا ممكن نقولهم، في اللي تخرجوا من الثانويه ودخلوا يحتاجون الى سبونسرشيب، طبعا يدخلوا في تخصصات معينه بعيده عن التخصص اللي احنا طالبينه، وفي الثانويه اللي هم يبي يشوفون شنو حاليا في ارض العمل، شنو المطلوب، شنو التخصص المطلوب على اساس يقدرون يبون، طبعا انت على اساس تدخل هاي التخصصات الهندسيه لازم يكون معدل معين محتاجه مع بعض مثلا الايز فرضا على اساس تقبلك جامعات خارجيه، لانها تخصصات غير موجوده في بعض التخصصات غير موجوده في دوله قطر، فانت محتاج لها ترسلهم خارج دوله قطر، فهم
يدخلون من هالمدخل، شو الوظائف المتاحة من خلالها ندرس التخصص المطلوب. فإحنا نوجههم طريقتنا إن هناك إحنا وضعين برنامج للثانوية العامة، يلتحقون معانا، يدخلون في مجال العمل في التخصص المطلوب. طبعًا أولًا وأخيرًا بيدفعون دولة قطر، فإحنا بما إن شركة قطرية فندفعهم إن ينضمون لنا إن شاء الله. الوظائف هنا موجودة في معرض قطر المهني. والله توني الحين داخل واشوف ايش اللي فيه. للحين ما عرفت شيء. ايه. طيب شنو في بالك انت؟ شنو الوظيفه اللي حاطها في بالك تتوقع؟ والله في بالي يا الدراسه برا ولا كليه احمد. كليه احمد. ايه. هذا اللي في بالي. اكثر من واحد قابلته وقال لي كليه احمد عسكريه. طيب ما حاولت؟ لا. ما حاولت مره تفكر تتوظف في وظيفه غير عاديه؟ ليش ما فكرت؟ هذه فكرناها يوم الطفوله احنا طيار وحركات. طيب ليش ما حققت الحلم اللي انت حطيته في بالك؟ والله بنشوف عقب الثانويه. بس قلت لي انت كليه احمد، يعني حاط ببالك انت اول شيء هذا حاطين هذا الشيء الرئيسي اللي في الرئيس. زين اوكي، انا ادري ان كليه احمد تخدم بلادك صح؟ صح. وبلادنا قطر لها حق علينا. صحيح. ولازم نرد الجميل. صحيح. طيب في مجالات ثانيه غير العسكريه والداخليه؟ في كذا شغله تخدم بلادك، بس هذه هي يقول لك درع للحمايه حق الوطن. الشباب القطري حاليا عنده مؤهلاته، بس للاسف ما يلجؤون الى، انا دائما اقولها واكررها، انه ما يخوض يجي شركه الخطوط القطريه، دائما يروحون يا بترول مهندس، يا يروح لك الادارات القطاع الخاص، يا البنوك. اوكي، اذا جاوا عندنا بيشوفون المجال واسع وايد وايد، اقول لك بيئه كبيره ومليانه، عندك الاي تي، عندنا مثلا الكمبيوتر ساينس، الكمبيوتر عندنا يون قسم الكمبيوتر عندنا اللي يسمونه اي تي تكنولوجي، هني بعد شيء جديد عليهم، مو بالنا جديد، يعني يوم تتعامل مع الطيران، يوم تتعامل مع شيء يخص الشركه القطريه للطيران مختلف تماما تماما. يعني وظيفه غير عاديه بالنسبه للشباب القطري. وبيحبه. إذا حط في باله إن هالشيء لازم أتعلمه، ما دام دخلت بيئة جديدة ما أرجع منه، أراوي الناس إن الفكرة اللي ماخذينها هني فكرة جديدة ولازم أتعلم. نتمنى نشوف شباب القطري حتى في كل الأماكن. دولة قطر عطتنا وايد. صحيح. الأمير الله يعطي الصحة والعافية والشيخة موزة عطونا وايد. إحنا كأهل قطر، إحنا كقطريين، إحنا كقطريات، إيش ردينا حق دولة قطر؟ كل واحد لو وقف وفكر في هالشيء ترى احنا للحين ما رجعنا شيء. الوظائف اللي شايفينها هنا في معرض قطر المهني تتوافق مع طموحات شباب القطري؟ المشكله لا 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 لا، احنا ما نبي يكون كلهم من الثانويه لما انت بتعينون، وهذه لازم يكون في دراسات جامعيه يكون. انا مثلا هاي ولدي لازم، انا ما راح اعينه بالثانويه، بشهادة الثانويه لا، انا لازم يكون يدرس دراسه جامعيه بكالوريوس، يعني عشان مستقبله. يعني كل اب يطمح لهالشيء هذا، ان الشهاده يعني الامور الان تغير مو مثل قبل. صحيح. يعني قبل سنين قبل يعني. صحيح. الان لازم الشهاده شيء مهم. يخلون ابنائهم اصلا ان يختارون تخصصاتهم نفسهم، يعني عرفت شلون؟ حتى يعني خلاص انا ملك نفسي، انا اللي اختار، يعني ما اعتقد صاروا يتحكمون في الابناء مثل مثلا قبل مثلا تقول. صحيح. حتى اصلا نظره الطلبه غير عن قبل، مثلا قبل يقول لك مثلا الطالب الله انا بدرس هندسه يعني انا ذكي وانا اللي يعني عرفت هالمجال احسن مجال، بالعكس الحين ظهرت اشياء ثانيه مثل المجالات الثانيه احسن من يعني مو بحسن من المجال، بس قصدي ان ظهرت اشياء ثانيه بعد تطور البلد يقدرون يدخلون فيها الاقطاريين ويتنافسون فيها. يعني شو اللي جاي تسويه هنا ومن اللي دعمك ان تكون في المعرض؟ الله اللي دعاني الوالد الله يحفظه. امين يا رب. زين، قال لي راح انا اشوف شو بتوضح حق الثانويه. حلو. طيب اخر شيء رساله توجهها للشباب القطري؟
والله شباب انا ابي دائما يكون يجتهدون ويطورون نفسهم دائما، والعلم والدراسه وهذه ما يوصل للمرحله اللي يقول انا خلاص وقفت يعني، وانا خلاص انا عارف كل شيء. اذا قال انا عارف كل شيء انا هاي بدايه جهله، هذا اول شيء. ثاني شيء العلم، يقول لك مثل الوعاء ما يمتلئ، كل ما تحطه فيه على طول يبي زياده وتزيد تزيد، وكل يوم تتعلم شيء جديد. في وعي كبير من الشباب من الباحثين عن العمل المخصصين، في وعي كبير للتخصصات او للابتعاث، وهذا شيء جيد. يعني كنا قبل نلاحظ ان اكثر اللي يجونا كانوا يبحثون عن عملهم ثانوي وعندهم تخصص، يعني عندهم مجاميع حلوه تسهلهم. الحين لا، لاحظنا ان الفكره تغيرت، ان الشباب اللي يجون اول سؤال يساله ايش البعثات اللي طالحينها والتخصصات اللي طالحينها. فهذا اللي احنا نطمح له، يعني احنا نطمح للشباب القطري التطور، نطمح له انه يستلم المناصب القياديه. اوكي، بالثانويه صعبه، لكن لما يجيك يطالع ان التخصصات المطلوبه ويجهد لها ويحاول انه يروح يدخل هالتخصصات، هذه اللي احنا نطمح لها. هذه الخطه، هاي استراتيجيه دوله قطر. حسن عبد الملك، طالب هندسه مدنيه وبنيه تحتيه، مبتعث عن طريق قطر للبترول في بريطانيا. انا يوم قدمت اوراقي خلال المعرض المهني السنه اللي طافت، الشباب ما شاء الله عليهم ساعدوني، و الحمد لله تيسرت الامور واخذت بعثه على بريطانيا. حاليا في المعرض انا موجود، استقبل طلبات الطلاب، واي طالب عنده اسئله او متردد او خايف من حاجه، يعني يبي يسال عن الدراسه في بريطانيا، كيف الدراسه، كيف الحياه، شلون الشباب عايشين هناك، شلون الوضع، اقدر ارد على اسئلته واستفساراته. يعني حاليا عروض الابتعاث هذه هي اللي قلت لك عنها، ويعني عندك هذا البروشور فيه برامج التدريب والتطوير وبرامج الابتعاث في قطر البترول. الوصول للمراتب العليا كقطري والكفاءات اللي عندهم سهلة، لن نقول ان احنا القطريين اذا اشتغل وعمل واجتهد اقول لك قادرين على انهم ينتجون، قادرين يعطون هالبلد اكثر من اي واحد تجيبه من برا لهذا العمل. القطريين اركز عليها، القطريين فيهم خلينا نقول الذكاء، فيهم الحب للعمل غير طبيعي، اذا حصلوا التوجيه العدل، اذا حصلوا التدريب العدل، اذا حصلوا التشجيع العدل. نسد احتياجاتنا في القطاعات الاخرى اساس ما يكون عندنا دروب، يكون عندنا شباب قطري قادر انه يقوم باعمال للقطاعات هذه. اوكي، بدون ما يكون في اي خلل في التوازن الاقتصادي عندنا بشكل منتظم، خاصه لما ركز على القطاع المصرفي، قطاع مهم وكبير في اقتصاد الدوله. ليش ما يخدمون بلادهم ويردون جميلها من مجالات ثانيه؟ سياحه، تعليم، طب، هندسه، الاشياء هذه. انا قلت لك يعني اوكي، احنا اقول لك يعني معظم شباب قطر يقول لك عندهم اشياء علاقات بالمواتر، مواتر، يعني اقول لك اول شيء مجال في المبادرة العسكريه، هاي الشيء يعني اقول لك ممكن لو ناس السياحه، انت قولتك سياحه وهالجهات اللي ما فيها كثير انجلش، لو انها تسوي ندوات في المدارس، ندوات في الجامعات، تبين الاشياء او تجذب الطلاب لها، بيروحون لها. اما احنا من يوم المدارس بينا شنو يجون المرور يعلمونا كذا كذا كذا، يعني احنا في المدارس متعلقين شنو؟ بالشرطة بالعسكرية. صحيح. نعم. أما لو تيها السياحة، يعني عندنا أقد مرة شفنا صراحة، يعني كأي جهة سياحية جات عندنا مدرسة ولو عندنا في الجامعة، والله قالوا لنا ترى إحنا عندنا كذا كذا كذا، وتعال عندنا إحنا بنراويكم، ولا يسوون يراونا أي شيء يذمنا لهم. إحنا الحين في عالم متغير متطور سريع، وفي كل لحظة تنولد في مهنة جديدة ومجال جديد، وعشان تكون مواكب لهالتطور الجهات المشاركة سووا ورش للتدريب تقدر من خلالها تتعرف على الوظيفة اللي تناسبك، لأن اختيارك للمهنة المناسبة هو مفتاح سعادتك. أنا أدعو الشباب القطري إنهم يجتهدون
انه يدرسون حتى يمكن قبل 20 سنه الوضع غير عن اليوم. قبل 20 سنه اللي متخرج من الثانويه العامه كان يعني من احسن يمكن الناس اللي يكون عندها محظ انه في الحصول على وظائف. احنا اليوم نتكلم في 2013 البكالوريوس، يعني البكالوريوس مو هو طموح انه المفروض انه يكون الشاب حاطه يعني كهدف له في حياته. عدد الشباب الاكتريين قام يزيد اللي هم يتحصلون على الدراسات العليا سواء برامج الماجستير او برامج الدكتوراه. الله يسلمك، انت من اليوم تتكلم في سوق العمل في الدوحه، انت تتكلم عن الاف يعني كل سنه، وخريجين الثانويه بعد الاف مؤلفه اكثر من الجامعه. فهذيل الناس لو ما اجتهدوا وما ركزوا على دراساتهم العليا والدراسات اللي هم تفيدهم في المستقبل، ما راح يكون لهم مجال في بعدين الحصول على فرص وظيفيه في سوق العمل. المفروض ان الشاب اليوم حتى لو من الثانويه العامه المفروض يروح ويجي مثل هالمعارض، يخلق نوع من التوعيه له. المفروض الشاب يتعب وانه يدور الشركات والمؤسسات والهيئات الحكوميه اللي هي تلبي طموحه المستقبلي. ان احنا المفروض ما نجلس لين ما نخلص دراسه وبعدين نبحث عن عمل، المفروض احنا نبحث عن عمل من الحين. وعندنا احنا المعرض اليوم فيه اكثر من 140 شركه ومؤسسه وهيئه حكوميه موجوده، فاحنا الله يسلمك هذه الفرصه مره في السنه تكون موجوده، فاحنا المفروض نستغل مثل هذه الفرص. شيخ يوسف حسين درويش، حاصل على دبلوم إدارة مكاتب من كلية شمال الأطلنطي سنة 2006 متخرجة. مؤسسة بيرزون تشارك سنويا في المعرض المهني اللي قام دولة قطر، والحمد لله سنويا نستقطب بعض القطريين من خلال هذا المعرض. حاليا اشتغل انا في مؤسسة بايرزون. لما رحت معرض المهني كنت راح ادور على شيء يناسب مؤهلاتي وخبراتي، توجهت لمؤسسة بايرزون، تعرفت على المؤسسة، قابلت عدد من الموظفين، تعرفت على المسميات، تعرفت على المؤسسة. كنت اتمنى اني انا اوصل اللي انا اتمناه من طموحي عندهم، والحمد لله لقيت اللي يناسب طموحي ومؤهلاتي عند مؤسسة بايرزون. تقريبا يعني بعد المعرض بفتره اتصلوا فيني علشان الانترفيو. احنا سنويا بعد المعرض المهني ناخذ جميع السيفيات ناخذها ونراجعها ونفلترها ونختار احسن ناس. فتم اختيار اوراق السيده الشيخه من بين الناس اللي كانوا جيدين المقدمين لنا في المعرض، ففعلا اخذناها وقبلناها وشفناها مناسبه للوظيفه اللي هي تقدمت لها، وبالفعل هي حين يعني مستمره في وظيفتها ومن الناس بخيره الموظفين اللي استخدمهم الفتره اللي فاتت. كان عندي طموح كبير اني انا ممكن انا اخذ دورات زياده، ممكن حد يصقل مهاراتي ومواهبي، وهالشيء كان يعني بالمستقبل راح ينفعني انا وبنتي الصغيره. وانا احس ان المعرض المهني يعني راح يفيد الخريجين والثانويه وحتى الابتدائي، يعني ممكن هالشيء يساعدهم، خصوصا يعني مثلا اللي عندهم خبرات وفي اشغالهم مثلا ممكن انه يعني ما في حد مثلا ينمي موهبتهم، او عندهم مثلا عندهم طموح كبير والمكان اللي هم قاعدين فيه يعني عندهم ما حد يعني يقدر يبرز هالموهبة اللي عندهم، ممكن انهم يقدموا في كذا مكان، والكل مجتهد نصيب. طموحاتي كثيرة يعني الحين، حاليا انا ادرس، انا خلصت الدبلوم الحمد لله، يعني قاعد ادرس الحين البكالوريوس، اتمنى اني انا اخذ ماجستير ودكتوراه، بس انا اكيد راح اتم التلميذة يعني المجتهدة اللي انا احاول اني انا اسعى اكثر واكثر اني يعني انا اطور من نفسي ومن مهاراتي ومن خبراتي علشان مستقبلي ومستقبل بنتي في المستقبل ان شاء الله. عندكم ورش عمل تعلمون المتقدم للوظيفة على الوظيفة من خلال هالورش العمل أو ورش التدريب؟ عندنا ورش عمل بس أثناء يوم يكون في الوظيفة نفسها، لأن يوم يجينا الموظف، لأن لا تنسى أن القطرية، الخطوط القطرية بالنسبة حق الشاب القطري والقطرية بيئة جديدة، بعضهم يخافون يخوضونها لأن ما يبون يفشلون، وبعضهم مستعدين يدخلون يحبون يكونون هم البسمة في الإدارة. فيوم يجيني واحد
يعني مثلا احنا عندنا الدكتوره خلود العبيد اللي ماسكه التقطير عندها برنامج جديد للخريجين القطريين، يوم يجون عندنا الخريجين القطريين مثلا يعطونهم روتيشن حق مده 22 شهر اللي هو تدريبه في كل اقسام الشركه. بعد ما يخلص الروتيشن بعد 22 شهر الشاب او البنت الخريجه بتقول لك وين تحب تشتغل، هالمكان المناسب لها مع مؤهلاتها. احيانا انت جايب مؤهل بس تشوف نفسك حاب تشتغل في الماليه، حاب تشتغل مع الروتيشن مع التدريب بتروح لماك. من السلامة؟ ايه اوكي، قطع السلامة بس اضافة خبرة بس الحين عطى الباب الله بس خل على حين هل تشيك سكر نفس؟ ايش اللي عندكم من خدمات تقديم وظائف؟ عنا تفضل، عنا احنا اكثر من مجال، تفضل. طبعا كلها متوفره هذه للتقطير، فشو الوظيفه اللي حضرتك انت بتلاقي حالك اكثر شيء فيها؟ لان انا عندي دبلوم خدمات طبيه الاسنان. ممكن تكون هوني، ممكن بوظائف خدمه المرضى، ممكن تكون حطك في وظائف التسويق، والاوبشن اللي بيكون طبعا اكبر اوبشن بيكون بالموارد البشريه. هنا قبل البيانات؟ هلا بنعبي بياناتها. اوكي بسم الله. ينزل من فوق، نبدا من فوق نحط البيانات بالعربي، بس خلينا نحط بالعربي. ترسخ فكرة العمل التطوعي، ترسخ فكرة الأشياء، لأن طال العمل التطوعي يعني ممكن يكون في أعمال شوي مش إدارية، مش مناصب، لا تكون في الفيلد في الميدان، فتحس إن اللي هو الشخص اللي يعمل في العمل التطوعي لا ما عنده مشاكل، بيسوي هذا، لأنه في النهاية مش محاسب على شغلة، ومش محاسب على يعني كموظف رسمي، وفي النهاية مكسور الحاجز النفسي بينه وبين هذا العمل، فتحصل إنه خلاص إذا نزرع فيه هذا الشيء من هو صغير بيكمل معاه وهو كبير. فهذا هو يعني احنا نتكلم عن جيل جاي، عشان كذا انا قلت لك 2018 عشان تترسخ فكره العمل التطوعي، تترسخ فكره ان لا والله الشغل مش عيب في اي مجال، سواء في مجالات الطب والهندسه والاداره وكذا، او في الاعمال مثلا اللي هي الاقل من مثلا من يكون مهندس وكذا، تكون في اعمال مثلا في قطاع السياحه او في قطاع الطيران او في كذا، في وايد اعمال، لكن في النهايه هي ثقافه مجتمع، ثقافه افراد، ثقافه بيئه، بدينا فيها صح بنكمل فيها صح. المنظمين والمشاركين في معرض قطر المهني قاعدين يبذلون جهد كبير عشان يخلونه معرض ناجح ويحققون الأهداف اللي يبونها منه. تعالوا خلونا نتعرف أكثر على هالمعرض من خلال المنظمين والجهات المشاركة. احنا في خلال هالسنة طرحنا 16 وظيفة، منها وظائف خاصة بالتقنية، منها وظائف إدارية. طبعاً أكثر شيء متعلقة بالتشغيل، يعني عندنا في الهندسة كمهندس مركز تحكم التشغيلي، عندنا اختصاصات في الطيف الترددي، عندنا في أمور الإدارية مثل في المبيعات، في السيلز، في الـ HR، عندنا في الأوديتر، وفي باقي التخصصات معينة. وعندنا برنامج لأول مرة نعمله اسمه نظام السكولرشيب للثانوية العامة، الخريجين طبعاً الثانوية العامة تخصصات معينة، على أساس نوجههم التوجيه السليم والأمثل والتخصصات اللي إحنا مطلوبة فيه، مثل الهندسة الكهربائية والهندسة الأقمار الصناعية والهندسة الاتصالات.
الان طالب ثانويه ان شاء الله اخر سنه بخلص. واليوم جيت المعرض المهني عشان ادور لي على بعثات من شركات البترول، لان احب اكون يعني في تخصص البترول. واليوم جيت وقدمت على اكثر من مكان وشفت نظام البعثات عندهم ونظام سبونسر، والحمد لله قدمت وقالوا انهم بيردون علي الاسبوع الجاي. ممكن اسجل في البرنامج؟ اي تقدر تسجل، تحط اسمك وبياناتك الشخصيه ويتم التواصل وياك بعدين ان شاء الله. رقم البطاقه الشخصيه، جيت المعرض عشان اشوف الشركات اللي تطرش بعثات، وش التخصصات اللي يبونها، وشنو الاشياء اللي لازم اجيبها لهم عشان يطرشوني لبعثة خارجية. السلام عليكم. اخوي بغيت اسالك شنو التخصصات تبون عشان تطرشون بعثات طلاب ثانويه؟ احنا نطرش هندسه الكترونيه وهندسه اتصالات وهندسه تقنيه صناعيه. شنو بتكون راح نوع الوظيفه؟ الوظيفه انك تتابع مشروع السنترات من البدايه، مده تصنيع كامله، تشوف شلون تصنيع القمر، بعدها تشوف شلون مراحل تخصص الساتلايت الأقمار الصناعية. هاي التخصص أول مرة أنا أسمع عنه، وأنه نادر ومطلوب لأن عدد قليل من الشباب دخلوه. أنا يعني لفت انتباهي هذا التخصص، وإن شاء الله بحاول أن أقرأ عنه وأشوف شنو المواد المفروض تندرس فيه وشنو الأشياء المطلوبة له. احنا بشكل عام احنا نخدم قطاعين هامين، مو بس في المؤسسة، في الدولة ككل، قطاع التعليم وقطاع البحوث. فكل اهتمام المؤسسة من مختلف الادارات عندنا على هالقطاعين، قطاع الريسيرش البحوث، قطاع الادوكيشن اللي هو التعليم. فالله يسلمك، اكيد في هناك توسع كبير في قطاع البحوث راح يصير عندنا في المؤسسة. مثل ما تعرف ان الله يطول في عمره سمو الأمير خصص لنا نسبة من الدخل القومي انه بس موجه لقطاع البحوث. وفي هناك بعد الله يسلمك اهتمام بقطاع التعليم بعد. احنا عندنا اليوم عدد من اعرق الجامعات في العالم موجودة في المدينة التعليمية، سواء برامج البكالوريوس او برامج الدراسات العليا. هدفنا احنا طبعا كجامعه قطر وتواجدنا للسنه السادسه على التوالي في معرض قطر المهني، طبعا هدفنا هدف متميز، لان احنا جامعه قطر نخدم جميع اهداف هذا المعرض، سواء من تعليم او ارشاد او توظيف. ف يعني الحمد لله هذه السنه السادسه لنا، والحمد لله كنا قادرين، والحمد لله وصلنا للتارجت اللي احنا نبيه على اساس ان احنا نسد ونخدم جميع هذه الأهداف. احنا قاعدين نلاحظ ان قاعد يزيد الوعي لدى المتقدمين، سواء من الخريجين الجدد او ذوي الخبرات. طبعا عندنا يزيد الوعي لدى طلاب الثانوية، كانوا في السنين اللي قبل يجونا مثلا طلاب الثانوية على طول يبحثون عن وظائف، بس في هاي السنين اللي يعني مثلا لين العام والسنة اغلب الطلاب الثانويه يجونا يسالون عن طبعا الدراسه، وشن التخصصات اللي موجوده عندنا، وشن التخصصات اللي احنا نطرحها. فيعني بداوا الناس يفكرون في الدراسه اكثر من التوظيف كطلاب ثانويه. الخطوط القطريه شركه كبيره، فعندنا وظائف كثيره، منها في مختلف مجال العمل في الاقسام، لان احنا مش شركه واحده، احنا شركه وعندنا شركات اخرى، مثل في المطار عندك الكيترين، عندك الصيانه، عندك
كذا شركات، ففي كل الشركات عندنا أقسام مختلفة. والأشغال اللي احنا نطرحها عليكم وايد، يعني الأشغال اللي احنا طارحينها وايد مختلفة. فعندك أشغال في الإدارة، عندنا أشغال في القطرايزيشن، في التقطير، احنا عندنا أشغال في المالية، عندنا في القانون، عندنا في الحجوزات، عندنا في خدمة المطار السيرفيسز، عندنا في الموارد البشرية. يعني اللي يجي يقدم عندنا مختلف بيئة كبيرة مع مختلف مجالات العمل. دور الجهات، مش دور المعرض، دور الجهات العارضة تسوي حق هالوظيفة برنامج تعريفي، برنامج تطويري حق القطريين فيها، يكون إنه والله هاي لا برنامج تطويري، أثقف عن هالوظيفة، أحط حوافز لهالوظيفة عشان أستقطب العدد اللي أنا أقدر ممكن أقدره من القطريين. يعني إحنا في توظيف القطريين مفروض يكونون القطريين في جميع المجالات. كل شركة لها دور. والله الحين مثلا لنفترض قطر البترول مشاركة مسوية عشان تجذب طلاب، مسوية توقيع السنة هذه، مسوية توقيع في الستاند اللي يقابل جميع الشروط ناخذه على في نفس الوقت نوقع وياه هني. اليوم من خلال مشاركتي كرئيس مشارك في اللجنة التوجيهية العليا زرنا القطاع الحكومي، هيئة التقاعد لنفرض مثال، هيئة التقاعد كانت عارضة وظيفة في تخصص نادر ومو موجود، عارضين ابتعاث فيه، عارضين ابتعاث يودون ابتعاث بكالوريوس ماجستير ودكتوراه في نفس التخصص اللي مش موجود. فكل شيء في كل جهة من توفر الطريقة الآلية اللي ممكن توظف فيها شباب، تستقطبهم في التخصصات اللي تحصل فيها ندرة انها تحصل منها شباب قطري. الثقة الكبيرة في الكفاءات القطرية خلت الجهات المشاركة والمنظمة يبذلون جهد كبير عشان يجذبون الشباب القطري. جاي اليوم المعرض المهني، طبعا ادور يا اما سبونسرشيب ولا شغل بارت تايم. السلام عليكم. السلام، مرحبا. شلونك؟ كيف الحال؟ شك طيب. شو اخبارك؟ شك طيب. عساكم بخير. بغيت استفسر اذا عندكم وظيفه ولا سبونسر. يا حياك داخل ونتكلم في الموضوع اكثر. تفضل. عبد الرحمن واحد من الشباب اللي جو للمعرض المهني يدورون وظيفه. عبد الرحمن طالب جامعي وعنده وقت فراغ بعد الجامعة، وجل المعرض يدور على وظيفة بدوام جزئي. ومن خلال الجولة اللي أخذها في المعرض دخل على أحد الشركات اللي ممكن يحصل عندهم الوظيفة اللي يرغب فيها. في البداية تقابل مع أحد المسؤولين في الشركة وعرف عن نفسه وعن الوظيفة اللي يرغب فيها، وهالمسؤول رحب في عبد الرحمن. زين، احنا ايش بنسوي الحين؟ نخلي يقابلونك الاداره اللي هم يبي يوظفون، اوكي، وان شاء الله اذا اجتزت المقابله معاهم وبتناقش انا بعدين معاهم وكذا، بنشوف ان كل الامور مشت على ما يرام، بنوقع العقد معك ان شاء الله اليوم. ان شاء الله. المسؤول كلم مديره التوظيف وخبرها عن رغبه عبد الرحمن، وفجاه عبد الرحمن حصل نفسه في مقابله للشغل. وبعدها جلسوا مع بعض ودارت بينهم أسئلة كثيرة عشان يتعرفون على عبد الرحمن وعلى إمكانياته ويختارون له الوظيفة اللي تناسبه وتفيد الشركة في نفس الوقت. اجتمعوا المسؤولين بعد المقابلة وتشاوروا في موضوع عبد الرحمن، بس عبد الرحمن كان ينطر الرد وهو متوتر شوي. عبد الرحمن، شلونك؟ الله يحفظك. اخبارك؟ والله شلون كانت المقابله؟ والله كانت شوي متوتر. اول شيء حبيت اقول لك شوف، يعني انا استمتعنا في الحديث معك، استمتعنا ان نشوف فيك القدره ونشوف فيك المستقبل ان شاء الله. هذا هو العقد اللي انا وعدتك فيه من البدايه، قلت لك اذا اجتزت المراحل بيكون التوقيع فوري.
ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك، يعطيك العافية، الله يرحم والديك. إذا ما كنت موظف وتفكر بوظيفة غير عادية، ما عليك غير أنك تتابعنا وأكيد بتلقى وظيفة.